ملاحظ كل لما ابص على الفيسبوك الاقي لك منتخب روي فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر واقف بيتصور مع مجموعه من اللعيبه، هو واقف مربع عامل كده والمترجم واقف جنبه وقدامه واقف لعيب بيضحك قال يعني بيتكلموا. بصراحه انا اتخنقت من الصور دي، يعني هو رياض باشا بس زي ما الظابط الصغنطه اتقال لي، يعني اللي هو الصور دي بقت ممله. انتوا مش ملاحظين؟ ملاحظين ولا مش ملاحظين؟ صورة مملة، مرة روي فيتوريا واقف عامل كده وجنبه المترجم أو المدير الإداري، ومثلا قدامه صلاح، المرة التانية قدامه الوينش، المرة التالتة قدامه النني. أنا اتخنقت. غير يا عم، يا عم السيناريو، يا عم يا كاتب السيناريو، لا تغلق الصفحات، لا أغلقها وغيرها. أنا اتخنقت. كل لما ابص الاقي روي فيتوريا واقف عامل كده والمترجم جنبه عامل كده واللعيب قدامه واقف بيبتسم قال يعني بيتكلموا. الموضوع بقى يعني رخم، وعلى راي الراجل هو بيقول لك بيتصوروا اكتر ما اكتر ما بيتدربوا. طيب تعالوا بينا ندخل على موضوع تاني، نسيب بقى صور روي فيتوريا وندخل على موضوع تاني. الزمالك في التدريبات طبعا بتاعه امبارح وتدريبات النهارده، عمرو السيسي وعبد الله جمعه في التدريبات انتظموا في التدريبات الجماعيه زي الفل، مفيش اي حاجه. فتوح فك الجبس وهيبدا يدخل البرنامج التاهيلي بتاعه، محمد عبد الغني بيواصل البرنامج التأهيلي بتاعه، المسلوسي والوردي انتظموا في التدريبات زي السيسي وزي عبد الله جمعه، دونجا لسه بيواصل البرنامج التأهيلي بتاعه في الملعب بتاع نادي الزمالك، وسامسون اكينيولا بكره هيوصل ان شاء الله باذن الله من الاجازه اللي كان فيها. ان شاء الله باذن الله الزمالك بيستعد لمباراتي المصري، المباراه الاولى يوم 26 في الكاس في دور الثمانية، والمباراة الثانية اعتقد هتكون 1 أو 2 فبراير، لا 1 أو 2 أغسطس، سوري هفتكر لكم بالظبط، 1 أو 2 أغسطس هتكون برضو قدام المصري، والماتشين في برج العرب. ده بالنسبة للزمالك والتمرين اللي حصل النهاردة. عارف لما تتكلم حد وتقول له وانت مالك، انت ليك فيه، انت مالك، انت ليك فيه. دلوقتي شعب الاسماعيليه وجمهور الاسماعيلي الفريق الثاني اللي انا بشجعه يعني في مصر، شعب الاسماعيليه شال اليافطه بتاعه شركه اتصالات وبتاعه تيشيرت الاهلي، حلو، وسمعت ان شعب الاسماعيليه مش هيقبل تاني لا هو ولا الشعب البورسعيدي ان يتحط هذه النوعيه من الاعلانات في اي مكان في المحافظتين. سمعت الكلام ده، مش عارف هل صح ولا غلط يعني. طب الاعلان اتشال، والاعلان ده المسؤول عن ازالته او اللي هيركبه تاني الشركة الراعية مع الشركة بتاعت الاتصالات. النهاردة شفت لك تصريح من العميد ثروت سويلم الاهلاوي عضو رابطة الاندية بيقول لك ايه، لن نصمت، لن نصمت على إزالة لفتة الأهلي بالإسماعيلية، لن نصمت على إزالة لفتة الأهلي فين؟ في الإسماعيلية. طيب أولا يا حاج ثروت يا سويلم، بعد احترامي ليك، وانت مال حضرتك يعني، وانت مال حضرتك، انت مالك بجد، انت مالك يعني. أنا بسألك سؤال، حضرتك مالك؟ انا بس عايز اجيب لكم تصريح تاني بدور لكم عليه كده وانا بتكلم. فانت مالك يا استاذ ثروت يا سويلم، يافطه تتشال يافطه ما تتشالش، انت مالك؟ مالكش فيه. هجيب لكم التصريح بالظبط، هجيب لكم التصريح بالظبط. عم ثروت سويلم كله بيجامل للاهلي وكله بيطبل للاهلي، انت مالك؟ انا نفسي اعرف انت مالك. ما تعرفش انت حضرتك ده حاجة خاصة بالشركة الراعية، وانت رابطة اندية، ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ حصل هيجان،
اليافطه دي، ازاله اليافطه عملت هيجان، عملت هيجان. ازاي يافطه الاهلي تتشال؟ مش محبوب، اقسم بالله مش محبوب في محافظات مصر، مش وخاصه في اكتر محافظتين فيهم كوره، فيهم كوره، مش محبوب، مكروه، مكروه. هم حتى الناس ما تنفسش عن نفسها يا اخي. انا مش بقولك اللي حصل ده صح، هو غلط طبعا، ولكن الناس جواها كبت من الظلم والاستبداد. النهارده احمد شوبير طالع، وده الخبر التاني اللي انا هتكلم فيه. النهارده شوبير طالع بيقول لك عبد الرحمن مجدي في الراديو، في راديو اون، محطه الراديو بتاعت الدوله، محطه راديو الدوله. يا دوله ازعق تاني؟ يا دوله مصر الحبيبه، في دوله مصر احمد شوبير طالع يقول لك ايه؟ عبد الرحمن مجدي، اصل عبد الرحمن مجدي انا جاي لكم دلوقتي هو وباري المحمدي عاوزين يجوا الزمالك، واحكي لك الكواليس، نسيت اكتبها في العنوان. يقول لك عبد الرحمن مجدي عاوز يجي الزمالك. في الحاله دي الموضوع بيبقى حلو قوي، ده انا بشرح لكم اللي قاله. انما لو راح الاهلي الدنيا تولع، الدنيا تهيج. الدنيا تولع والدنيا تهيج، لان انت مش محبوب في الاسماعيليه. الزمالك ياخد لعيبه عادي، انما الاهلي ياخد لعيبه يبقى بيفضوا النادي من اللعيبه. بص التصريح اهو، بيقول لك حدثت مشكله مع الاسماعيلي، وبدا الكلام عبد الرحمن مجدي هيمشي، واتقال ان هو هيروح الزمالك. اول حاجه تتبادر للاذهان، لو في لعيب من الاسماعيلي هيروح الزمالك هتكون في سعاده بالغه في الاسماعيليه. هنا مفيش تدمير للفريق، ومفيش ود ولا حنيه وولاد عم. عاوز يقول لك ان ما دام الزمالك هياخد لعيب الدنيا بتبقى كويسه في الاسماعيليه، انما لو الاهلي هو اللي هياخد لعيب الناس بتقعد تقول ان انتوا بتدمروا الاسماعيلي. يا احمد يا شوبير يا منحاز يا اهلاوي يا متعصب يا اللي ما تصلحش تشتغل في اي محطه ولا اي قناه تلفزيونيه، انت المكان اللي انت تصلح تشتغل فيه هو قناه النادي الاهلي، ده مكانك الطبيعي. والدوله اللي سايباك وطلقاك على جمهور الزمالك ما ينفعش كده، وهو ده التعصب، مش اللي مرتضى منصور بيعمله. مرتضى منصور حتى لو قال الفاظ انت ممكن تختلف فيها، انا مش هقولك انت غلطان، انت حر، ليك حق انك تختلف على الالفاظ اللي اتقالت، انت حر. ولكن في الاول وفي الاخر مرتضى منصور بيشتم او بيسب اعداء الدوله، انما انت بتعمل فتنه، بس بتعمل فتنه ايه وانت بتضحك؟ ما هو عيب المستشار مرتضى منصور ايه؟ ان اللي في قلبه على لسانه، انما ممكن واحد يكون جواه بس يظهر لك ويقرص. ما ينفعش، ما ينفعش. مسدس الصوت بيموت، مسدس الصوت بيموت، ومسدس الكاتم للصوت بيموت، الاتنين بيموتوا، الاتنين بيموتوا. فاللي بيزعق وبيطلع اللي جواه انت زعلان منه اوكي، بس في زيه بس بيضحك عامل كده، وفي واحد غير احمد شوبير عامل كده، عامل لك فيها اسطوره كده، ده كاتم للصوت وده كاتم للصوت، بس الاتنين خطر، الاتنين خطر. ف يعني نفسي وانا جاي دلوقتي للتفاصيل بتاعت ايقاف المستشار مرتضى منصور وقناه نادي الزمالك، وتفاصيل مش هتسمعها عند حد تاني، تفاصيل مش هتسمعها عند حد تاني. ف عاوزين توقفوا مرتضى منصور، انتم احرار، انا ما اقدرش اقول حاجه، بس وقفوا احمد شوبير، ما تطلعوش احمد شوبير على راديو اون ولا على قناه اون، لانه مثير للفتنه. ويا كابتن شوبير انا ما بشوفش، والله العظيم ما بشكر في نفسي، بس انا مش لاقي زملكاوي بيتكلم كده. كل الزملكاويه او مش كلهم، 90% او 95% منهم كله طالع طبل وزمر للاهلي، عشان الريتش يعلى، عشان يجيب لايك، عشان يجيب شير، عشان ياكل مام، عشان ياكل مام على حساب جمهور الاهلي اللي بيعلي مشاهدات. اي حد بيجامل في الاهلي وبيشتم في الزمالك تلاقي مشاهداته ايه، انما اللي محروق على فرقته ده بيبقى في اسفل سافلين. انا بتكلم بصراحه، محدش يزعل مني. فاتمنى يا كابتن شوبير، واتمنى الناس اللي بتراقب الاعلام
وبتتكلم على الأكواد المهنية والأكواد الإعلامية والمهنية، الكلام ده عرفتوا ليه جمهور الإسماعيلي مش بيحبكم؟ عرفت يا كابتن بير ليه جمهور الإسماعيلي لا بيحبك ولا بيحب الفريق اللي أنت بتنتمي ليه؟ ويا كابتن شوبير، الزمالك لما بيجي ياخد لعيب من الإسماعيلي بياخده بيدخل من الباب بيخبط، ايوه، مع رئيس النادي قبل ما يتكلم مع اللعيب. بيعرف من بعيد ان اللعيب موافق، ما بيتكلمش معاه في تفاصيل، بيروح الاول بيدخل من الباب. رئيس النادي وافق، الزمالك بيتكلم وبيكمل، والزمالك ما خدش ولا لعيب من الاسماعيلي، عمل له كوبري يا بتوع الكباري، وكان اخر كوبري كهربا طلعتوا عليه كهربا، طلعوك كوبري، الكوبري خدكم وخد كهربا واتهد عليكم، صح ولا لا؟ اتهد عليكم بتكلفه 60 مليون جنيه، فانتوا ضمنتوا الاسماعيلي بعماد النحاس، باسلام الشاطر، بسيد معوض، بخالد بيبو، باحمد حجازي، بمروان محسن، بمش عارف مين، قولوا اكتبوا لي في التعليقات، اكتبوا لي الاهلي خد مين من الاسماعيلي، شريف عبد الفضيل، مين، اكتبوا عماد النحاس، انا مش عارف قلت ولا لا، اكتبوا مروان محسن، احمد فتحي، اكتبوا لي في التعليقات لو انا ناسي، اكتبوا لي في التعليقات وافضحوه. دمرتوا الاسماعيلي، دمرتوا الاسماعيلي، كنتوا بتودوا الخليج وبتجيبوا، ده انتوا خدتوا حسني عبد ربه وخدتوا شريف عبد الفضيل وديتوهم فيلا في شرم الشيخ ولا مش عارف في الغردقه عشان خاطر، وقفلتوا تليفوناته عشان خاطر محدش يعرف يوصل له. احنا ما وصلناش لليفل الوحش اللي الاهلي وصل ليه لما بيعوز لعيب، لما انتوا وصلتوا ليفل الوحش، احنا مش زيكم، عشان كده انتوا مكروهين من النادي الاسماعيلي، وعشان كده احنا محبوبين مع النادي الاسماعيلي. وايوه ولاد العم، ولو ولاد العم دي مزعلاكم، ايوه النادي الاسماعيلي هم ابناء العم، ولما بنيجي بنعوز منهم لعيب بنخبط على الباب وبناخده بمنتهى الادب والاحترام، ولا بنوعده بعقد اعلانات من تحت الترابيزه، ولا بنخليه يتمرد على اداره ناديه. ها اللعبه بتاعتكم زن في ودان اللعيب يتمرد على ناديه، مش عارف انا قلت لكم الموضوع ده ولا لا. الاهلي وهو بيتفاوض مع مصطفى شلبي اللي مرتضى منصور خده كده من الاهلي، الاهلي خلى مصطفى شلبي ما يروحش التمرينات في اسكندريه، اعتقد معسكر بتاع انبي، اتكلموا معاه والولد ما راحش التدريب حوالي 4 5 ايام، عشان الاهلي هو اللي قال له كده، ودي معلومه من احد الصحفيين المقربين جدا 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 للمصدر. فيا كابتن شوبير، عشان كده انتم مش محبوبين، احنا بناخد اللعيب من الباب، ما بنعملش كباري ولا بننط من الشباك. اتمنى الاكواد الاعلاميه والمهنيه تبص على احمد شوبير شويه وتشوفه بيعمل ايه. ده بالنسبه لي اليافطه والكلام بتاع احمد شوبير.